شعلت النجمة هيفاء وهبي مواقع التواصل بمجموعة صور جديدة واكتفت بالتعليق عليها بعبارة شوكولاتة مشكلة وإيموجي الشوكولا. هيفاء تألقت بإطلالة مبهرة باللونين البيج والبني واعتمدت تسريحة ظل الحصان لشعرها الطويل مع مكياج خفيف أبرز جمال وجهها. إطلالة هيفاء وهبي الجديدة سرعان ما تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي. استعرضت الفنانة البحرينية شابة حلا الترك مشروعها الخاص بتصميم الأزياء. شاركت حلا من خلال منشور إلها عبر حسابها في انستغرام تفاصيل المشروع. حلا قالت ببوست على انستغرام: كنا بحاجة إلى إعادة تدوير بعض الملابس اللي حصلنا عليها من أديداس وتم بيعها في السوق السوداء ثم تحويلها إلى ملابس خاصة بنا. ثيابي تدور حول المياه ونفايات المحيط. لقد استلهمت الفكرة من فيلم يسمى ويستوبيا، وهو فيلم رسوم متحركة قصيرة يتحدث عن كيفية تلوث البيئة. بعد نجاح الحملة الأولى، عادت كيم كارديشيان وكيم جونز بالإعلان عن حملة أخرى للتعاون الأنيق بين فندي وسكيمز. قالت كارديشيان في هذه المناسبة: يتمتع كل من فندي وسكيمز بقوة ثقافية مختلفة تماماً عن بعضها البعض، ولكن بنفس القوة نتشارك في الرغبة في دفع الحدود والتفكير بشكل مختلف وتحدي التقاليد. لهذا السبب نجد الكثير من القواسم المشتركة بينما نتعاون في هذه المجموعة. عادت الأزياء القديمة والصور الظلية إلى منصات العرض، لذا فمن الأفضل أن يعرض هذه الإطلالات واحدة من أشهر عارضات الأزياء في حقبة السبعينات. كان إيف سان لوران هو المكان الذي بدأت فيه عارضة الأزياء الأسطورية جيري هول. ارتدت جيري بدلة التوكسيدو الشهيرة في أول عرض لها على الممشى، وكانت أيضا وجه حملة عطر أوبيون بيرفوم الاستفزازية التي أطلقتها إيف سان لوران عام 1977. مرة أخرى في عام 2021 أصبحت جيري وجه دار الأزياء الباريسية، وتصدرت حملة العلامات التجارية لربيع وصيف 2022 بقطع مختارة من مجموعة أنتوني فاكاريلو.